استنكر مصدر سعودي مسؤول بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعيا جميع المواطنين الذين عادوا من إيران في الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك. وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية واس، فإن سلوك إيران يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب بتفشي الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره عبر العالم وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية ويعد تقويضا للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطرا على العالم أجمع. وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائيا، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن. وطلب المصدر إيران بالإفصاح عن هوية المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من شهر فبراير الماضي، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك.